صباح الخير مشاهدينا، اليوم الجمعة 18 أيار 2012، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي المدير العام السابق لوزارة الإعلام والإعلامي والكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد عبيد. برحب فيك دكتور عبيد في هذه الحلقة. هناك الكثير من الملفات بحاجة للتوقف عندها، بداية مع الملف الأبرز واللي قدرت قناة الجديد حصلت عليه اليوم قبل أن يوزع على الإعلام، واللي هو الرسالة التي وجهتها سوريا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة من 8 صفحات فيها الكثير من المعلومات، وتحديدا ترتكز على أن كل السلاح الذي يدخل إلى سوريا مصدره لبنان بالأسماء والتفاصيل أسماء والمعلومات. أيضا سنركز سنبحث في هذا الموضوع انطلاقا مما حصلت عليه كما أشارت مندوبة قناة الجديد في نيويورك سمر نادر، أيضا موضوع سوريا في الداخل السوري، سوريا إلى أين في السياسة، الوضع في لبنان أيضا الوضع في لبنان، أكان في طرابلس أم في عين الحلوة. اليوم ما بعرف مين عم بياخد الجو من مين، طرابلس أم عين الحلوة في هذه المرحلة. وفيما يتبقى لنا من وقت سنغوص في تفاصيل السياسة اللبنانية، من عمل حكومي إلى موضوع قانون الانتخاب يلي لم يعد في واجهة الأحداث وإنما انتقل إلى الخلف إلى الظل في ظل صدارة الوضع الأمني في لبنان. جدد ترحب فيك دكتور عبيد في هذه الحلقة، واسمح لي قبل بداية الحوار أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلتي كلارا جحا التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. مجال الحدث وضيفي استاذ محمد عبيد. استاذ عبيد، بداية الحلقة من حيث بدأ الموجز، من الرسالة، رسالة الخارجية السورية إلى بان كي مون وإلى مجلس الأمن الدولي. استمعنا بشكل موجز إلى ما ورد في هذه الرسالة عبر الموجز الذي قرأته زميلك لارا جحا. بشكل عام قبل ما فوت بتفاصيل هذه الرسالة، واللي للتوضيح فقط كل تفاصيلها والرسالة في بكاملها موجودة على الموقع الإلكتروني لقناة الجديد www.aljadeed.tv، موجودة الرسالة بالكامل على الموقع الإلكتروني. دكتور محمد، بشكل عام كيف قرأتم هذه الرسالة؟ يعني أولا أنا هذه أول طلي لي من فترة على المحطة الكريمة نيو تي في، لابد من أني استذكر الشهيد الإعلامي علي شعبان اللي كنا نشوفه يعني إلى جانبنا أثناء المشاركة بمثل هذه الحلقات، ونوجه تحية إلى روحه الطاهرة. على كل حال أيضا في هذا التوضيح، نهار نعم، نهار السبت يصادف 40 علي شعبان، نعم، على أمل أنه طبعا أن يبلغ التحقيق يعني مدى وأن نصل إلى نتائج في معرفة من قتل علي شعبان. والله يا دكتور، ورحمة الله عليه، الله يرحمه يعني. صراحة بس بحسب المعلومات أنه التحقيقات وصلت إلى نتائج وحتى ساعة لم تعلن. نحن اليوم أمام ذكرى 40، نعم، 40 يوم بعد لليوم القضاء، نعم، اللبناني، نعم، لم يتحرك لتوجيه أصابع الاتهام أو على الأقل الادعاء ضد من اكتشفه يعني التحقيق. دائما تأخذ أبعاد سياسية الأمور وتطلع من إطار القانوني والقضاء الصحيح. على أي حال الله يرحمه، وكان لابد من يعني ذكر الشهيد الإعلامي علي شعبان الله يرحمه. أنا بعتقد هاي الرسالة هي تكريس لمعلومات كثيرة كانت أثناء يعني متداولة خلال الفترة الماضية، وتحدثنا فيها أكثر من مرة أنا وغيري بأكثر من موقع إعلامي وأثناء مقابلات. كنا نقول أنه لبنان هو الممر والمستقر لهذه المجموعات الإرهابية التي تتحرك. كان في أكثر من معلومة صراحة، أنا مرة حكيت عن وأكثر من مرة عن كوريدورين كانوا معمولين، سميتهم أنا ذاك الكوريدور الذي يبدأ من مطار بيروت من خلال تدفق المقاتلين من جنسيات ليبية ويمنية وعراقية وحتى أفغانية، والدخول إلى بيروت والمرور على كل الأجهزة الموجودة ببيروت بشكل عادي، ما حدا يسألها لأنه الشروط كتير بسيطة وعادية، إن لم نقل تافهة يعني في كثير من الأحيان، شروط دخول الأجانب أو العرب إلى الأراضي اللبنانية. إيه بس هيديك العمرة مش بهائنة، مش أوكي، بسبب الأزمة السورية. لا بس نحن هلأ عفوا، بس نحن هلأ بوضع حساس. نحن هلأ يعني اليوم لما بهاي الفترة بيدخل لنقول 200 ليبي مثلا
واحد رابط ايده واحد رابط عينه انه جايين. وين العنوان؟ العنوان المستشفى الفلاني في الشمال. شوي بيطلع من هناك صار بقلب سوريا، صار عم بقاتل بحمص. في وقائع كثيره بهذا الموضوع صراحه، عدا عن الصحفيين اللي هن عملوا الفضيحه الكبيره، يعني اللي تبين انه داخلين عبر الاراضي اللبنانيه ومعداتهم جايه على المطار ودخلوا على الاراضي السوريه، دخلوا على حمص، ومن حمص هنيك في منهم مسكوهم السوريين وفي منهم رجعوا لهون، والفرنسيين الصحفيين مروا رجعوا على السفاره ورجعوا طلعوا من هون، يعني اجوا من هون ورجعوا من هون ومعداتهم مسجله بمطار بيروت. ولما كنا عم نحكي الكلام دخلوا بشكل رسمي، دخلوا بشكل رسمي الى بيروت، دخلوا بشكل رسمي، هن اول مقاتلين، بس لوين راحوا؟ يعني انا بهمني، ما احنا اليوم نحن في شيء بنص اتفاق الطائف، وثيقه الوفاق الوطني اللي كل اللبنانيين الان مجمعين عليها، انه هذه وثيقه الوفاق الوطني اللي الكل مؤمن فيها وملزم فيها. طيب بنص هذه الوثيقه مثلا ببند رابع حول موضوع العلاقات اللبنانيه السوريه، نص كامل اخره بيقول: وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممرا او مستقرا لاي قوه او دوله او تنظيم يستهدف المساس بامنه او امن سوريا. طيب اذا احنا ملتزمين بهالشروط، بعيدا هلا واحد شو بدنا باتفاقية التعاون والتنسيق والاخوة، لانه رح يجي يقولوا لنا انعملت بالظروف صحيح والوجود السوري هكذا يقول الفريق طيب الاخر. شو بدي بهاي القصة؟ انا عم بحكي عن نص وثيقة الوفاق الوطني اللي الكل بيقول انه احنا ملتزمين فيها. لبنان حط حاله الان في موقع انه عرض نفسه لان يكون هو في قلب الازمة السورية من خلال هذا الاداء، اللي انا دائما عم اقول انه هذه سياسة النائب النفس تحولت الى سياسة غض نظر عما يلي. رح اوصل ما عادت سياسة نائب النفس، لا رح نحكي، لانه هيدي القصة الممر لبناني، وهل لبنان اصبح بس اليوم فعلا الرسالة، ما هي الرسالة معنية بلبنان انه كل هذا الاداء. من اين لسوريا كل هذه المعلومات عن لبنان؟ عم تحكي الخارجية السورية بتفاصيل نحن اليوم يمكن عم ننسى، يمكن جزء كبير من السياسة اللبنانية قد لا تعرفها. نحن اليوم يعني عم على سبيل المثال بس بدك تسمح لي دكتور، عن تاريخ 13/3 رست باخرة حربية مجهولة الهوية مقابل منطقة جونية في العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت زوارق صغيرة بنقل الأسلحة التي كانت على متنها إلى البر بهدف نقلها إلى سوريا، كما رست مراكب محملة بالأسلحة في مرفأ أكوامارينا قرب جونية، وتم تفريغ الحمولة ونقل الأسلحة المتواجدة من المراكب إلى عكار ثم إلى وادي خالد تمهيدا لتهريبها الى سوريا. انه عم يحكوا عن تفاصيل ما حدا بيعرفها. سبقتني لاحكي انا عن الكوريدور الثاني إيه؟ اللي كنا عم نحكي عنه، انه هو البحر عبر الشمال عبر مرفق طرابلس او المرافق الاخرى للوصول الى منطقه حمص. لانه شو كان الهدف؟ كان الهدف بعدما فشلوا في تحويل درعا وفي تحويل جسر الشغور وفي تحويل مناطق اخرى الى بؤر عسكريه تنطلق منها قواعد، تنطلق منها عملية مواجهة الجيش السوري والقوى الأمنية في سوريا، كما كانت سميناها وقتها بنغازي سوريا هذه المناطق. حاولوا يعملوا هذا الموضوع بحمص لأنه البيئة الخلفية لحمص مؤهلة لأن تساعد بهذا الموضوع صراحة. لذلك تحولت المسألة إلى لبنان أصبح ممر ومستقر فعلي للمساس بأمن سوريا وللدخول في الأزمة السورية بشكل مباشر. يعني قلنا كان في كوريدور بيجي عبر المطار وكوريدور آخر يجي عبر البحر، حتى كشفت آخر مرة هذه وكانت الفضيحة الكبيرة اللي اليوم واحد بيقول إن احنا ما دخلنا، نحن بس عم ننصر الإخوة في سوريا أو ننصر الثورة السورية. طب كيف عم تنصرها وانت عم بتهرب الأسلاح؟ دكتور موقف السياسي شيء والتورط الميداني شيء آخر. بفهم أنا أنه اللبنانيين منقسمين مثل كل دائما حول كل القضايا، حول المقاومة وحول سوريا وحول إيران وحول السعودية وحول قطر، حول كل شيء، حول العلاقة مع الأمريكان. أما أن نتورط ميدانيا في مثل هذه الأمور فهذا أمر خطير جدا، بدأنا نشهد تداعياته اليوم في شمال لبنان. رح أحكي عن هذا الموضوع بس قبل بدي أنهي ملف هذه الرسالة. حضرتك من قبل ما تورد هذه الرسالة وتتحدث عن تهريب أسلحة في كل مناسبة، يعني حتى هاي المعلومات حاليا عم تستند لها حضرتك بصفة معلومات معروفة أبي. نعم. هذه المعلومات من يؤكد أنها صحيحة؟ سؤال الأبرز من هذا الشيء اليوم في هذه المعلومات استناد لمحاضر لمخابرات الجيش والجيش بتوقيف أسماء ومعلومات، يعني معلومات قد تكون شبه سرية تماما. أصلا في تعاون أمني وعسكري لبناني سوري قائم
وما زال قائم، هلا بنسب متفاوته بخف بيضعف كذا، انما الجيش اللبناني والاجهزه الامنيه مسؤوله ان هي من باب انها تحمي الحدود اللبنانيه، مش تحمي يعني الحدود من السوريه. من اصل من اصل طيب. من اصل بحدود ست نقاط فيهم اكثر من اصل ثمانية، ست نقاط عم تحكي بتاريخ كذا كذا، داهمت مخابرات الجيش المجموعه الفلانيه عم تحط اسماء. ما في علاقه قائمه بين الاجهزه الامنيه والعسكريه اللبنانيه والسوريه، وبالتالي كانت عم تطلع لانه في اتصالات وفي قضايا. خلينا كمان في شغله ثانيه كثير مهمه، انا رح اقول لك شغله ازود من هودي الموجودين. قبل فتره من خلال السوريين كانوا موجودين بلبنان 30 سنه وعندهم لحد اليوم، خلينا نكون واقعيين، عندهم لحد اليوم اجهزتهم وعندهم لحد اليوم علاقاتهم على الارض بكثير، اولا من القوى السياسيه الموجوده الحليفه لهم، وثانيا عندهم مخبرين كمان، ليش نكون عم نتخبى وراء اصبعنا يعني. قبل فتره انا بعرف انه كمان كشفت احدى شحنات الاسلحه اللي كانت ستهرب من تركيا الى ادلب عبر لبنان قبل فتره، من تركيا الى ادلب عبر لبنان مش تهريب الاسلحه عبر لبنان، كشف الامر تم عبر لبنان، لانه اليوم لبنان صار قاعده او صار لبنان مركز. لبنان كشف هذه الشحنه، مش لبنان الرسمي بعض المصادر في لبنان كشفت اللي على علاقه مع اجهزه سوريه مباشره مش عبر الاجهزه اللبنانيه. ليش عم بقول انه السوريين ما كانوا موجودين هون وعندهم علاقات وعندهم جماعات، وكشفت هذه الشحنه هي اللي كانت عم تتحرك من تركيا الى ادلب كمان ل يعني توتير الوضع اكثر في ادلب، لمسانده يعني بعد الهزيمه اللي حصلت لها المجموعات بحمص بعد ضرب باب عمرو ومحاصره المناطق الثانيه. لبنان تحول في هذه المعركة إلى ركيزة أساسية. اليوم السوريين بالنهاية بدهم يحفظوا أمنهم، بدهم يشغلوا كل أجهزة مخابراتهم، بدهم يحطوا الجيش على الحدود إذا يمكن تحركت أي شيء على الحدود كانوا عم بيقوصوا عليه. اليوم هذا شيء حقهم أنهم يحفظوا حدودهم، نحن مسؤوليتنا أنه نحفظ حدودنا وما نكون نحن باب للصراع أو لتأجيج الصراع في داخل سوريا أو نقل الصراع إلى الداخل اللبناني كما يحصل اليوم. قبل ما عالج هودي الملفين اللي هو الداخل السوري والداخل اللبناني، هذه الرسالة ماذا يضمن أن لا يخرج أحد ويقول المعلومات اللي فيها مش صح؟ اللي عنده وقائع مخالفة لازم يبينها. بس إذا هذه الرسالة مستندة إلى نحن هاني عم نشوف نحن اليوم الخلاصة تبع كل هذه المعلومات اللي جمعتها أجهزة المخابرات السورية بالتعاون مع الجيش اللبناني وأجهزة الأمن اللبنانية، وبالتالي اللي طبعا اللي بيتعاون منها مع هالأجهزة مع سوريا، وبالتالي هيدي الخلاصة. من المؤكد هناك وقائع وهناك تفاصيل أكثر، وأكثر من مرة السوريين الفرق عنهم بيشتغلوا بهذا الموضوع، بيعملوا أمن سياسي بأي معنى، أنه بيجمعوا هاي المعلومات واخر شيء بحطوها للتوظيف السياسي في مكان ما. ما بهمهم انه نحن والله كشفنا هاي لنعمل شو، يعني مثل ما بصير عندنا بعض اجهزتنا الامنيه انه عملنا شو بهي الشغله. يا خيي هيدي القصه وين تتوظف بالسياسي؟ كيف ممكن تستفيد منها؟ السوريين محترفين بهذا ماذا الموضوع. ماذا سيستفيد النظام السوري من كشف هذه الرساله؟ اهم شيء استفادوا عمليا، مش رح يستفيدوا، انه رسخ في اذهان كثير من اجهزه الامن، خلينا نقول لحتى الان بشكل مباشر، وهيدي معطيات وليست تحليلات، في عقل أجهزة الأمن اللي كانت تقدم تقارير، تحديدا الأوروبية هلا اللي كانت تقدم تقارير لمرجعياتها السياسية انه هيدي مسألة ثورة وانتفاضة شعبية وكذا، هيدي كل او جزء كبير من هذه الأجهزة وفي عدد البعض منها من الألماني والفرنسي، وهذا انه هذا الموضوع لا، هذه صار في حاله اصوليه تؤخذ هذه الرسائل على محمل الجد. طبعا تؤخذ هذه طبعاً. الرسائل على محمل الجد، ما فيهم ياخذوا على محمل الجد. دع الى جانب هذا الكلام، عندنا كلام وزير الدفاع الامريكي، عندنا الحركه الامريكيه اللي قال اكثر من مره انه في قاعده طبعاً. في سوريا عندنا الحركه الامريكيه اللي صارت باتجاه لبنان بموضوع توقيف المولوي، هلا بنحكي عنها، وعندنا كمان كلام بانكيمون اليوم يقول انه قد تكون هذه يعني ولو الاحتمال حط الاحتمال بس احتمال لا يعني شبه اكيد يقول انه اعتقد ان تنظيم القاعده يقف وراء الاعتداء الخطر عمليا الذي وقع. انه بتفجيرات اللي صارت بسوريا، فقدر
قدرت القيادة السورية، قدرت الدبلوماسية السورية بالتعاون طبعا مع أجهزة الدولة القائمة من ترسيخ فكرة أنه ما الحراك العسكري والأمني الذي يتم ضد الجيش السوري وضد الأجهزة وضد الشعب السوري من خلال التفجيرات هو خلينا نقول من عقل القاعدة، عشان ما نقول هلا لأنه عشان ما نقول مثل ما عم بيحكي وزير الداخلية أنه ما في تنظيم القاعدة بس في قاعدة، ما أصلا ما في تنظيم القاعدة، في عقل القاعدة اللي عم يتحرك وبتتكون مجموعات متحركة هون وهون. قدر النظام السوري، قدرت القيادة السورية عبر هذه الرسالة، مش بس هذه الرسالة لأنه هذه في قبلها كتير شغلات يعني معلومة. إيه بس اليوم هذه الرسالة واضحة، هذه رسالة رسمية تتحدث بالتفصيل. بس عم نحكي نحن بكواليس الاتصالات يعني بين الأجهزة الأمنية السورية. حتى بشار الجعفري في نهاية الرسالة يقول أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. هذه قوتها المعنوية وقوتها يعني الإدارية خلينا نقول، واللي لها انعكاس سياسي حكما على المناخ. بس عم نحكي بالأساس في اتصالات قائمة بين الأجهزة الأمنية السورية والأجهزة الأمنية الأوروبية تحديدا عم بحكي وبعض الأجهزة الأخرى المتعاونة ولو بالواسطة يعني لتوصل حتى لعند الأمريكان أنه ما يحصل على الأرض لم يعد انتفاضة ولم يعد إصلاح ولم يعد ثورة طبيعية، تحولت إلى مسألة مواجهة مع حالة أصولية، حالة متطرفة، عشان ما نقول أصولية وصير إلى تفسير، حالة متطرفة إرهابية ستطال المنطقة كلها من خلال سوريا. أي متى ممكن تأخذ مداها هذه الرسالة، تأخذ فعلا نتائج، توصل لنتائج سلبية كانت أم إيجابية بغض النظر يعني عن نوعية النتائج، بس قد ايه بدها وقت لتتفاعل هذه الرسالة بالمعلومات اللي فيها، خصوصا أنها مؤرخة بتاريخ 17 أيار يعني بالأمس، وجهها بتوقيت نيويورك يعني قبل ساعات، هلأ لبعد 6-7 ساعات لتوصل لتوزع بمجلس الأمن ليكون صار نهار اليوم، هلأ ليل عندهم بنيويورك. بدك بصراحة أنا بعتقد هاي الرسالة ستضم إلى الملف المتراكم اللي دائما عم بتقدمه سوريا إلى مجلس الأمن وإلى كل دول أعضاء في مجلس الأمن، معمول أنا ستضم إلى هذه الملفات ورح تعتبر واحدة من الوثائق. منروح على البعد السياسي اللي هو الأهم. أنا برأيي حكى كلام أساسي ومهم قبل فترة الرئيس الدكتور بشار أننا ما زلنا في بداية الأزمة. هي ببداية الأزمة على المستوى أن الأطراف الأخرى، مش عم نحكي عن الأزمة السورية الداخلية اليوم، الأطراف الأخرى اللي هي عم بتحرك الأرض بسوريا، اللي عم تدفع المال، اللي عم بتورد السلاح، حتى اليوم أنا بعتقد لم تتراجع عن مشروعها. لذلك هاي الرسالة هذه من قبيل أنه سوريا عم بتعزز موقفها أمام كل العالم، أمام الرأي العام، وعم تعزز موقف حلفائها اللي هني أول ناس حكيوا عن هذا الموضوع اللي هي روسيا بلسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، وبلسان كمان القيادات الصينية اللي كانت من وقت لآخر دائما تعبر عن هالمناخ هذا. إنما عنا مشكلتين، عنا مشكل اسمها أنا بعتقد السعودية وقطر بشكل رئيسي اللي أعلنت صراحة وجهارا أنها ستسلح المعارضة وستمول المعارضة، وفي شخص قطري وأساسي يعني من الهدن مسك بلبنان. بس هيدي بعد ضمن التحقيقات مع شادي مولوي بعدها بمرحلة. لا لا ما إلها علاقة، هلا بقول ما إلها، ما إلها علاقة أبدا بشادي مولوي، هلا بقول هيدي حالي وهيدي حالي، لأنه هذا من قطر من آل عطية ما له علاقة بالأردني اللي هو حكى عن شادي مولوي، وهي حالي وهي حالي، لأنه انخلط أمام الرأي العام الأمر، خلطوا الأمرين مع بعضهم كل وحدة لحالها. على أي حال هود الدولتين حتى اليوم لم تتراجعا عن مسألة الشغل بس على ما هي الموضوع مش محصورة بهودي الدولتين يعني حتى وزير الخارجية الفرنسي اللي اليوم انتهت ولايته وفل هو أول مين قال أنه بده يساعد الثوار يساعد الواشنطن نظريا الواشنطن بوست مبارح بعدد الصادر مبارح كان الغلاف يتحدث عن دعم أمريكي للثوار السوريين بالسلاح. خليني أقول أنا بعتقد حتى اليوم ما في قرار أمريكي واضح وصريح بدعم حركة المقاتلين اللي عم يتحركوا من حالات يعني متطرفة أو غيرها. في كلام واضح وصريح سعودي وقطري في هذا الاتجاه. كان في رغبة أمريكية بتعزيز وضع المعارضة السياسية بالأول توحيدة اللي توحيدة وكذا اللي كل يوم عم نشوفها عم تتقهقر
وعم تتجزأ وعم تتقسم أكثر ما هي مجزأة أو مقسمة، وبالتالي ما عاد في بعد سياسي، خلينا نقول ما عاد في إطار سياسي إذا صحت تسمية المعارضة السورية، صار في إطار أمني وعسكري. هلا قبل 48 ساعة انقسم على نفسه المجلس كمان مع إعادة إطار الإطار الأمني والعسكري، الإطار الأمني والعسكري بشكل رئيسي عم بتقوده السعودية وقطر من خلال التمويل والتسليح. لذلك اليوم نحن أنا أعتقد هلا بنحكي إنعكاسات هذا الموضوع على لبنان، بس يعني لا بدي أدخل بالملف السوري، لا بس تمرئة بالموضوع. أنا بعتقد نحن عندنا انتخابات بال 2013، بعتقد هودي الدولتين ما رح يخلوا الوضع السوري يرتاح من هلا حتى الانتخابات النيابية بال 2013، كي لا يكون هناك أي تأثير يعني للقيادة السورية للنظام السوري على الانتخابات اللبنانية، بمعنى أنه إذا ارتاح النظام حكما سيستعمل نفوذه في دعم أصدقائه. رح أوصل عدد، خلينا نقول. فلذلك نحن سوريا من هذه الجهة أمام سنة من المواجهة المتفرقة هون وهون، هذا تقديري وتحليلي، ما عم بحكي هذا. بتحمل بعد سوريا سنة من المواجهة؟ يمكن تحمل أمريكا أنا برأيي والأطراف الأخرى ميالي أن تمد هذا الأمر إلى سنتين، إلى 2014 اللي هو موعد انتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، وللقول لأنه بس نوصل لهاي الانتخابات أنه خلص خلصت ولايتك يا رئيس بشار، فلازم تتنحى وهلأ بصير انتخابات طبيعية من دون ما أنت تكون مرشح. ليش يعني هذا إذا بدك تأخذ كلام الرئيس الدكتور بشار بما يعني أنه إحنا بعدنا ببداية الأزمة، لأنه اليوم أنت لما بدك تشوف خصمك وتشوف عدوك شو عم بيعدلك، يعني نظام أصبحت واضحة الصورة أمامه أنه هن قدام مرحلة طبعاً طويلة طبعاً من هاي المعارك، طبعا قدام مرحلة مواجهة طويلة. هلأ بدها تخف، بدها تقوى، بتضعف بمكان بتقوى بمكان. بس بدي أرجع أسأل السؤال اللي سألتك يا مشفى، تحمل سوريا بعد هذا الاستنزاف؟ ليك 15 شهر نحن هلأ صرنا لم تهتز أجهزة الدولة، أولا الإدارية السياسية الدبلوماسية والإدارية، لم تهتز الأجهزة الأمنية، لم تهتز البنية الجيش السوري ولا إمكانياته ولا قدراته. ماذا عن الاقتصاد؟ ولا هلأ ماذا الاقتصاد؟ عن الأمن؟ أوكي، أنت اليوم لما بتكون بمواجهة بدك تعمل كل الاحتياطات لأنك أنت تواجه. هلأ هذا الموضوع يمكن أنا عم بحكي شو الآخرين عم بفكروا، يمكن يعني تطرق أمور. مثلا في كتار اليوم عم براهنوا أنه بـ 23 الشهر في الحوار الإيراني مع دول الخمسة زائد واحد، صحيح، اللي ممكن أن يكون هناك في بغداد، اللي ممكن أن يكون هناك حوار إيراني أمريكي مباشر، كلنا أو تسربت حول معلومات سوريا؟ لا حول كل المنطقة، حول كل ملف المنطقة. في كلام أمريكي قيل للإيرانيين في تركيا بأنه نحن مطرح ما وصلته بالملف النووي نحن ما عندنا مشكل، من هون ورايح بنعمل أجهزة مراقبة، بنركب كاميرات، بصير في تفتيش، وبضل ماشي البرنامج بالإطار السلمي، وبصير في كلام خطاب من سماحة السيد خامنئي بيقول فيه انه نحن نلتزم بان لا نذهب الى انتاج برنامج نووي عسكري. اسلحة نووية عسكرية يعني لهذا. فعمليا ساعتها بتصير القصة انه دخلنا بتسوية، هذا عنوان التسوية، بس حكما ستشمل هذه المسألة كل المنطقة، يعني مش راح تقتصر على هذا الجانب. صار في محاولتين امريكيتين مع الايرانيين في تركيا عبر الوسيط التركي انه بدنا نقعد ثنائيا وبشكل مباشر لنحكي بهذا الموضوع. كان الايراني عم بيعتبر انه في تغير نوعي بلغة الامريكان في مقاربة الملف النووي الايراني، انما هذا ما عم يترجم، ما عم نلمسه، كيف نحكي ببغداد. فهلأ في احتمال ان يكون هناك لقاء ببغداد،
إذا صار هذا اللقاء بيكون الطبق السوري حاضر على طاولة كل الباحث. الأطباق ستكون حاضرة، أنا بعتقد مش بس هيك، كل المنطقة إيه بس ستكون حاضرة، لأنه هاي ممكن يكون في حلحلة بهذا الملف. ممكن، لأنه هيدي أول شيء الإيراني بده ياخذ بعين الاعتبار أولاً يعني تحالفاته أو علاقاته المميزة اللي صارت مع روسيا والصين مثلاً بشكل رئيسي مع دول البريكس، بده ياخذ بعين الاعتبار حلفائه بالمنطقة. طب ما هون اللي بدي أسأله، فلبنان وسوريا وكل المنطقة راح تكون على طاولة التفاوض، لأنه هاي راح ترسم نفوذ القوى الإقليمية والدولية بس توافق بالمنطقة. توافق إيراني أمريكي ممكن يحل الأزمة في سوريا؟ ما عم نحكي عن في توافق، نحن عم نحكي اتفاق. عن مجرد تفاهم. تفاهم آه. تفاهم، فلنفترض تفاهم إيراني أمريكي ببغداد. التوافق على الطريقة اللبنانية مش حلوة. خي تفاهم، أوكي. لا نتفق على المصطلح، تفاهم إيراني أمريكي في بغداد. احتمال هذا، عم نحكي هذا إنه الاحتمال. كيف الأمور رايحة. هذا الاحتمال ممكن يوصل لحلحلة بالملف السوري وروسيا بعيدة عن الطاولة؟ لا أنا ماشي، ليش قلت أنا؟ قلت إنه إيران ستأخذ بعين الاعتبار وتأخذ بعين الاعتبار علاقتها مع مقاربة روسيا والصين، خاصة هذه القوتين الأساسيتين اللتين دعمتا سوريا في مجلس الأمن، واللي هي عملت حائط وسور أمام إمكانية التدخل العسكري في سوريا. يعني هو الأساس اللي عمله السور الدولي لحماية سوريا سياسيا وعسكريا، لدرجة قال مرة وزير الخارجية الروسي لافروف بشكل واضح من فترة قريبة أنه نحن تقاريرنا لا نستقيها من الدولة السورية، نستقيها من 100,000 روسي موجودين في سوريا. لما عم بقول في 100,000 روسي موجودين بسوريا، يعني عم بقول سوريا صارت إحدى امتدادات الأمن القومي الروسي. هذا أمر جدا مهم يعني، وحتى لو ما أعلن واضحة بمواقفه. عم نحكي هاي الرسالة كانت للأمريكان، لا عم هيدي إلها علاقة بموضوع سوري اللي عم بحكي عنه، سوري الحماية من أي إمكانية تدخل عسكري في سوريا بعد صد التدخل السياسي من خلال الفيتويات بمجلس الأمن. لذلك سوريا بعدها أنا بقول يعني هناك مؤامرات كبيرة عليها حكما مسؤولية الدولة، وهي عم تقوم بهذه المسؤولية، التصدي لهذه المؤامرات. الأهم أنا بعتقد عدا عن المواجهة الأمنية والعسكرية أن الرئيس خطأ خطوات أساسية ومهمة على صعيد تنفيذ أو الالتزام بالأجندة الإصلاحية اللي حطها. هي مهمة جدا هاي القصة، يعني بيّن أنه ما زال النظام لديه القدرة على أنه حتى في ظل هذه الهجمة عليه والمعارك اللي عم يخلقوا له اياها باكثر من موقع بسوريا، ما زالت لديه القدره على السيطره على الارض، ولديه القدره على اجراء انتخابات بنسبه عاليه مقبوله. وصلتني للي كنت بدي اساله. البعض يقول يعني سلمتني المفتاح. طيب. خرج البعض بعد الانتخابات النيابية، بعد انتخابات مجلس الشعب السوري، ليقول أنه أصبح واضحا بشكل جلي أنه 51% نسبة الاقتراع للانتخابات السورية، وبالتالي هناك نصف الشعب السوري لا يريد هذا النظام. نصف الشعب السوري؟ ليش؟ قديش نسبة الانتخابات كانت عندنا نحن بلبنان بالانتخابات الماضية؟ شيء 47 أو 48% ببعض المناطق، بمناطق لا 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 عم نحكي، لا عم نحكي المجمل. شو بدي المناطق اللي كان فيها تعصيب مذهبي وطائفي ارتفعت نسبة الانتخابات، لأنه كان التحدي، وهذه انتخابات غرائزية على كل إيه حال. بس اليوم الوضع انتخابات بلبنان سياسية. اليوم الوضع بلبنان والانتخابات بلبنان ليست مشابهة لسوريا. حضرتك عم تقول أمام مؤامرة. يا خي الانتخابات بروسيا قديش كانت نسبتها؟ ما تجاوزت 50%. الانتخابات بفرنسا قد ايه كانت معودين نسبتها؟ بسوريا على 99%. تعال، معناته هيدا اكبر دليل انه خلصنا من نظريه انه الحزب والنظام بركب النتائج اللي بده اياها وبيعمل مثل استفتاء او مبايعه للرئيس ومبايعه لمجلس النواب. بس نتيجه ال 50% الا تطرح علامات استفهام؟ لا ابدا، انا بعتقد نتيجه كثير طبيعيه للتحول اللي عم بتمر في سوريا. خليني اقول لك، اليوم نحن بمرحله انتقاليه في سوريا، يعني الدوله، الشعب، الناس كلها بمرحله انتقاليه، لانه انت 40 سنه على نظام الحزب الواحد اللي ما كان شايف حدا تاني غيره، كان حزب حاكم نتيجه الماده 8 اللي موجوده بالدستور ان الحزب طارت ما بقى موجوده وكذا. فأربعين سنة من أنه نحن ماشيين بهالاتجاه، ننتخب اللوائح اللي بحطها الحزب تحت عنوان الجبهة الوطنية التقدمية،
وبنفس الوقت في لوائح المستقلين اللي لهم حصه محسوبه. اليوم اختلفت الصوره، اختلفت تماما الصوره، حزب البعث تحول من حزب حاكم الى حزب منافس، انما الجمهور المركزي اللي بعده موجود اللي ربي اجيال يعني 40 سنه بعده جمهور معبأ ب المناخ السياسي، معبأ ب ايه بس منه اكثر من 50% هذا الجمهور، لحظه، من الثوابت تبع حزب البعث بس منه اكثر من 50% هذا الجمهور. اذا كانوا الناخبين حوالي شيء 7 مليون مش هيك، حزب البعث كان منتسبينه بيطلعوا بحدود 3 مليون. صحيح مش هيك يعني صحيح. نص الناخبين خلينا نقول خي مليونين منهم بينتخبوا ل 3 مليون البعثيين. ايه بس موظفين بعدهم، هي القصه مش بس ايه اوكي بس هن بعدهم ايه بس هن بعدهم ركيزه اساسيه بالحياه السياسيه. ليش انا عم اقول نحن بعدنا بمرحله انتقاليه، بمعنى انه ما ننتظر انه هاي الانتخابات تنتج مجلس نواب مثالي حتى اذا اذا بدنا نقيس. انما اليوم مثلا الحزب القومي السوري مثلا صار عنده 7 نواب ما بين حزبيين واصدقاء بسموهم، الاحزاب الاخرى صار عندها تمثيل على الاقل واحد من هون واحد من هون من هذه الاحزاب. في قياس، في قياس، في لعبه الارقام، في قياس الارقام. حتى اذا بدنا نقارن، ما بدنا نرجع بالماضي كثير، الاستفتاء على الدستور، استفتاء على الدستور سجل 63 او 64% ايه. نسبه التصويت كمان هذه النسبه مش عاليه قياسا بالعقل اللي نحن مفترضينه. بمسافه شهرين تقريبا ما بين شباط، اكثر 4 شهور ما بين شباط وايار، تغير او قلت النسبه من 64% الى 51%. لا خليني اقول لك ما فينا نقارن، خليني اقول لك ليه، لانه التصويت على الدستور او الاستفتاء على الدستور هو امر مصيري. انتخاب مجلس الشعب بهذه الظروف بسوريا مش أمر مصيري. لا مش أمر مصيري، لأنه وفق الدستور بعد جزء كبير من الصلاحيات بالسلطة التنفيذية وجزء آخر بيد رئيس الجمهورية. بعده لحد اليوم حتى في الدستور الجديد اللي يصدر المراسيم رئيس الجمهورية. بس كان واضح بسوريا، كان واضح بسوريا أنه الدعوة كانت دعوة لامتحان للنظام. أوكي. لا هذا ما في يسميه امتحان للنظام، أنا بقول امتحان للنظام. خلينا نقول اليوم النظام بسوريا، نحكي بكل صراحة وموضوعية وواقعية، النظام بسوريا اليوم بشكل أساسي له ركيزة سياسية هي شخص الرئيس الدكتور بشار، وله ركيزة على الأرض هي مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش. أنا بعتقد الامتحان أو الاختبار للنظام بكون على انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه شخص الرئيس هو يختصر عمليا حتى اليوم، وهذا بالواقع يختصر نهج النظام، يختصر دور النظام وموقعه ورؤيته لدوره الداخلي ولدوره الإقليمي وعلاقاته. بهذه الحالة فيك تقول أنه أنا عم بعمل اختبار لقدرة النظام ولقوته الشعبية. اليوم أنا بقول هذه النتيجة هي دليل صحة، أنا بقول دليل، هاي النتيجة دليل صحة، لأنه رغم كل الأزمة اللي مرت سوريا فيها من 15 شهر قدرت تعمل انتخابات، وقدرت بهاي الانتخابات يكون فيها النسبة 51%، وأنا بعتقد نسبة كتير منيحة، ولو كانت أقل من هيك بشوي كمان كتير منيحة، لأنه ما فيك تطلب بهذا الظرف. يعني مثلا في خي جزء من أهل حمص فلين من المنطقة، بس كمان ما فيك ما تحاسب نظام على نتيجة. اليوم هو أمام معركة، حضرتك عم تقول أنه اليوم والكل عم بيقول في حرب كونية على هذا النظام. حرب كونية على هذا النظام اليوم عنده امتحان بشارعه، طلع له 51%. خليني أقول لك مش كل شيء، خلينا نحكي اليوم عن أمريكا. كل الأمريكان قديش، بديش كل الأمريكان، قديش نسبة الأمريكان اللي بينتخبوا لاعتبارات إقليمية ودولية أو للسياسة الخارجية الأمريكية؟ بيطلعوا نسبة كتير قليلة. صحيح، كتير من كل الأمريكان. صحيح. يعني نسبة عالية من الأمريكان داخلية. لأنه هذا بيعملنا ضمان اجتماعي. صحيح. بيعملنا ضمان الشيخوخة، واستشفى الاقتصاد كله. بيعمل فرص عمل أكثر. صحيح. بيطلعنا من الأزمة المالية اللي وقعنا فيها. طب ما كل هاي دي موجودة اليوم بسوريا، اليوم صارت موجودة بسوريا. إيه؟ صارت موجودة بسوريا، يعني اليوم الأزمة اللي صارت فتحت الملفات الداخلية، لذلك سارع الرئيس مش إلى الإصلاح، إلى تغيير الدستور بالكامل، وأنه دخلنا على مرحلة جديدة. ما بدي أسقط هذا الجانب من عقل أو من الحراك الداخلي السوري. أنا بطلع على الشام وبنقعد مع ناس ما لهم علاقة بالنظام، بنسمع آراء. شو وجهة نظرهم؟ أنا بقول كل الناس أنه إيه؟ يا خي إيه بدنا نغير، بدنا أحسن،
بدنا نماذج أفضل بمجلس النواب، بدنا حكومة نظيفة ما فيها فساد، بدنا نحرر الاقتصاد من بعض اللي ماسكينه. في ناس كتير صار هيدا الشيء، هيدا عم بصير. بده وقت، بده وقت طبعا، بده وقت. أنا بقول هاي الدورة الانتخابية هي اللي راح تكون إذا هدي الوضع، وإن شاء الله يهدى الوضع الأمني والعسكري، اللي تفسح مجال للحراك السياسي. اليوم أكثر ناس مظلومة خلينا نقول بهذا الواقع، أنا بقول لك مين عدا عن الشعب، هي المعارضة الوطنية الداخلية الشريفة، اللي اليوم عمليا هي واقعة لا قادرة تواجه النظام إذا عندها ملاحظات عليه مثلا، ولا قادرة تواجه وما قادرة تمشي مع الحالات وليه ما عم يحتضن النظام مع الحالات الأصولية. صار في حوارات كتير، ودخلوا الروس بهذا الموضوع، راحوا وفود لهونيك ورجعوا، وما كتير يعني كان في قبول لدى هذه المعارضة. وأنا بقول حقها، يعني حق، يمكن مش مقتنعة، يمكن مش واثقة بأنه في شيء تغير، خليها تاخد فرصتها. بس هيك معارضة محترمة ما رح يبين لها دور هلأ إلا إذا سكت السلاح، لأنه هاي المعارضة ما فيها تجاري الحالات المتطرفة اللي عم نازلة على الأرض واللي عم تحت عناوين جيش السوري. متى سيتوقف نزيف الدم في سوريا؟ ما في حدا يحدد مهلي. بالأمس وزع فيديو، أنا ضد تحديد المهل من الأساس، وقت اللي كنا عم نحكي بالسابق أنه طلعت كتير ناس أنه بتخلص بكرة بتخلص بعد بكرة، لا سوريا قوية، لا الوضع الأمني ممسوك، لا كذا، كنا عم نقول إذا بتطلع سوريا خلال هاي من هالموضوع خلال سنة بكون كتير منيح. أنا برأيي هلأ سوريا كتير قوية لسبب أساسي، أن هذا النظام الذي تم الرهان عليه بأنه سيسقط خلال شهر وشهرين وثلاثة، صمد لحد اليوم 15 شهر في السياسة، مش بس صمد، أنا برأيي تجاوز تجاوز المخاطر. لا ما هو جايك على هاي النقطة، حرب استنزاف اليوم، يوم في دم على الأرض. تجاوز المخاطر الإسقاط، تجاوز المخاطر العسكرية والبؤر الأساسية اللي كانت آخرها حمص، واللي جزء أساسي منها صناعة لبنانية. بعدهم بالأمس موزعين كاسات بالرستن، الجيش السوري الحر مسيطر على الأرض، موجود مسلحين بالرستن. ما من شو عم احنا عم ننكر انه في وجود، ما عم نقول كيف عم يتهرب السلاح وكذا، بس عم اقول لك انا قدرة النظام على السيطرة على الوضع وعلى حسم الامور لصالح الاستقرار والامن الداخلي، انا بقول اكبر بكثير، وهلا صارت احسن بكثير من البدايات. بان كيمون عم بيقول الوضع لا يحتمل، لانه انكشفت الامور. عم بيقول في 9 أو 10 آلاف قتيل منذ بداية الازمة في سوريا، تصريحات سياسية. طب بليبيا في اكثر من 50,000 قتيل وقتلوهم الناتو، ما حكى فيهم بان كيمون. بالبحرين كل يوم في قتلى وفي جرحى نتيجة القوى الموجودة، ما حدا حكى بالموضوع. شو هلا نحن عم نحكي التصريحات هاي المقصود منها هو ابتزاز النظام. ليش أنا عم قلك؟ أنا برأيي في خطتين، في خطة عربية لاستنزاف النظام ما أمكن لإضعافه، ومن ثم التفكير بإسقاطه، وإحدى الوجوه هي استعمال هذه القوى الأصولية المتطرفة، وفي خطة تانية كمان باستنزافه لمدة أطول للوصول إلى موعد انتخابات رئاسة الجمهورية. أيهما على تنجح؟ هذه أيهما قد تنجح؟ ولا واحدة منهم أنا رأيي، لأنه تجاوز النظام، تجاوزت سوريا هذه المخاطر الأساسية على الأرض، على الأرض الأساسية. إيه بس اللي حضرتك عم تقوله اللي هو على الأرض، ما حدا عم ينكر إنه الجيش السوري الحر موجود على الأرض، على الأرض الصراع قائم. إيه؟ بده ياخذ وقته، انما انا واثق سينتهي باعاده الامن والاستقرار الى الداخل السوري. تقول النقطه الرابعه في رساله سوريا الى مجلس الامن والى الامين العام للامم المتحده بان كيمون، نقلا عن بعض المعلومات بان العقيد الفار من الجيش السوري رياض الاسعد قد وصل الى لبنان مؤخرا للتحضير لاقامه منطقه سوريه عازله انطلاقا من الاراضي اللبنانيه. هل صار عندنا 2 رياض اسعد، صديقنا رياض الأسعد أمر خطير، بكون كتير، بكون أمر خطير جدا جدا جدا، ولبنان سيدفع ثمنه بالكامل هذا الموضوع. هذا نحن دخلنا في أتون الأزمة السورية من باب استعمال لبنان لتهريب السلاح والمقاتلين واعتباره ملجأ لهؤلاء المقاتلين. ما عادت القصة تسلاية ولا عادت القصة نقي بالنفس. اليوم عم يحكي
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه بدنا مصارحة ومصالحة لما يحصل مصارحة في التباني. ومصالحة مش بس على لما يحصل في التباني، لا هي انطلاقا مما حصل طيب في التباني. نحن رحنا على 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 يعني خلص دخلنا اللعبة عمليا، واللي كان عم أصبح لبنان جزء من المعركة في طبعًا سوريا. طبعا هو كان جزء إنما كامن أو جزء غير معلن. أنا برأيي اللي صار فجر الأزمة وصار لبنان جزء من الأزمة بشكل معلن وواضح ومباشر بالموضوع. قديش بدها تحمل هذا الموضوع سوريا، قدي العالم بده يحمل هذا الموضوع، وقدي هذا الموضوع ما بيؤدي بالنهاية إلى أزمة لبنانية داخلية لا سمح الله تتطور إلى أشكال أخرى، لأنه كل يوم عندنا مشكلة أمنية. صحيح، بدي أحكي عن الوضع الأمني بس قبل بالموضوع السوري. يقال أنه لبنان أصبح يعني حضرتك عم تقول لبنان أصبح مرتبط تماما بالأزمة في سوريا، هل لبنان هو أدخل نفسه في أتون الأزمة السورية؟ أدخل نفسه؟ طبعا ما حدا أدخله، هو أدخل نفسه لبنان. لبنان شو يعني لبنان؟ يعني لبنان بعض مكونات الشعب اللبناني وسياسة غض النظر اللي اتبعت من قبل الطبقة السياسية وحتى أداء بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، وصلنا لهي النتيجة. إيه لبنان أدخل نفسه، لأنه السوري ما كان بيتمنى أنه لبنان يستعمل لتكوين هالحالة اللي اضطر أنه يعني يفوت الجيش ويضرب بيد من حديد فيها بحمص، يعني ما كان مضطر أنه يروح على هاي المواجهة. وكل هذه صناعة لبنانية بشكل رئيسي اللي صار بمنطقة حمص. في المحصلة لبنان سيكون ممر للثورة السورية نحو دمشق أم للنظام السوري نحو لبنان؟ الاستنزاف اللي حكيت عنه اللي عم ترعاه بشكل رئيسي السعودية وقطر هو لإبقاء سوريا تحت الضغط، ولبنان ممر لاستهداف واستنزاف سوريا وليس العكس. إذا ارتاحت سوريا مش أنه ستستعيد سوريا جزء كبير من السور القومي، يعني سوريا تاريخيا كانت محمية بهذا السور القومي، بمعنى علاقتها ونفوذها بلبنان، علاقتها ونفوذها بالموضوع الفلسطيني، بالعراق، تأثيرها على الواقع الأردني. عم نحكي السياسي بصراحة، هذا السور القومي تراجع. بعد ما تراجع اضطرت سوريا أن تواجه بقلب الشام، تواجه بقلب سوريا، بدها تستعيد هذا السور القومي حتى ترجع تحمي حالها. هذا الصراع هون هلأ. إذا سوريا ارتاحت حكما سيمتد نفوذها إلى الداخل اللبناني من جديد وإلى كل ملفات المنطقة، والشغل اللي قائم هو استنزافها كي لا ترتاح وتعود لتكوين هذا السور القومي. طيب. اليوم في لبنان في لبنان ملفات أمنية متنقلة من طرابلس، قضينا 4-5 أيام صعبين، إلى عين الحلوة بالأمس صباحا، إلى عين الحلوة بالأمس مساء، إلى طرابلس مجددا في الليل. مين عم بيسرق الضوء؟ كله عم بحاول يسرق الضوء من بعضه. شو مين عم يسرق الضوء؟ يعني خليني أقول لك، ما هي يعني بدك نفوت بالتفاصيل. طرابلس لماذا اشتعلت ولماذا تطفأ؟ في ثلاث عناوين بموضوع طرابلس عشان يعني تكون واضحة أمام الرأي العام، ما تختلط الأمور. في عنوان باب التباني جبل محسن اللي هو عنوان قديم تاريخي الجديد. صحيح. ومؤسف انه بعده لحد اليوم، يعني شارعين او بيتين بطلوا شبابيكن على بعضهم وبعضهم لليوم بيتعاطوا كاعداء وبقوصوا على بعضهم. بعمل موقف مجرد وموضوعي وعن جد امر مؤسف بين كلبنانيين بالاول، بعيدا كل واحد شو انتمائه وشو كذا. هيدي شغلي، فهيدي صايره مثل انه إذا غيمت بمكان بتشتي بباب التباني، وهيدي دايما بيقولوها أهل التباني وأهل جبل محسن، وهني بيعرفوا حالهم شو ما بصير برا، وهني بيرجعوا بقوصوا على بعضهم، هني بيعرفوا هيك وبيرجعوا بقوصوا على بعضهم. بس دايما عم بيحكوا عن طابور مش الناس، مش الناس عم نحكي خامس. بعض الـ بعض الـ بعض القوى الموجودة اللي عم بتحرك القصة، دايما يحكى عن طابور خامس في تلك هذه. هاي شغلة. الشغلة الثانية، ما هو آخر شيء بتصير كل واحد، أنا بدي أحمي حالي، كيف بدي أحمي حالي؟ بدي أستعمل السلاح. يعني عم نرجع لنفس الدوامة بالمنطق. النقطة الثانية، هيدا معطى. المعطى الثاني اللي هو المجموعات أو الإسلاميين خلينا نقول اللي سميوا
اللي اعتقلوا بمراحل سابقة، واللي اعتقلوا على فكرة يعني أيام حكومة الرئيس السنيورة وبقوا بالحبس بعهد الرئيس سعد الحريري فعمليا منذ عام 2007. هودي الجماعة ما حدا اليوم يعتبر حاله أنه هو متبنيهم وهو بحل مشكلتهم، تحل مشكلتهم عبر القضاء وفق تقديرات القضاء، إنما لابد من رفع الظلم عن المظلوم منهم ومحاسبة اللي متورط فعلا بأمور سابقة. ما بصير انك تشمل الناس كلها او تجملها هيك انه هودي كلهم لانهم اسلاميين، لانه اسلاميين ما فيك انت تحبس واحد لانه اسلامي. هلا هو ما في شك انه ملف كبير ومتشعب. طيب يقول احد القضاة بمجالسه الخاصة انه ملف لا يحل بشكل سريع لانه فيها احداث نهر البارد، فيها ادعاءات شخصية، فيها ما بدنا نحله بشكل سريع. بس بالمقابل كمان في ناس صار لخمس سنين موقوفة، يمكن اقصى حكم ممكن يطلع عليها ثلاث سنين. يا حبيب قلبي اليوم نحن ما بدنا نحله بشكل سريع، نحن بدنا نعالجه. بمعنى إذا واحد يا خي مرتكب لازم ينحبس ست شهور، كان لازم يطلع حكم ونحبسه ست شهور، واحد خلال سنة يطلع حكم ونحبسه خلال سنة، واحد معلش ينقول له فل، واحد مجرم نايمه بالحبس. بس ما بصير عم نجمل كل الناس ان كلها متورطه. ما بعرف اذا كلها متورطه، طول بالك، اذا كلهم متورطين، اذا كلهم متورطين خلينا نطلع الاحكام بحقهم. ما بصير عم نوقف العالم. يعني اصلا في مبدا اللي هو بالمبدا القانوني او القضائي انك انت ما فيك توقف الناس الى ابد الابدين من دون صدور احكام. سؤال اعتراضي بشكل سريع، ليه تركوا هيدا الملف هيك؟ بدك تسأل القوى السياسية ليش يوم هذه القوى أرادت أن تترك الموقوفين الإسلاميين لاستعماله في الحبس، لاستعماله والابتزاز فيه. بتكون بالسلطة بتنايمه، بتطلع من السلطة بتصير تروج فيه وبتصير تروح تزورهم ويجوا يزوروك وتقول نحن معاكم، عرف شو آخر شي بلاقوا حالهم لحالهم أهاليهم. أتعاطف مع الأهالي، أهالي البريئين منهم، لأنه ما فيك تحاسب واحد على أنه إسلامي او انه مسيحي او انه مطول دقنه او انه بيصلي او انه هذه شغله تمس الحريات الشخصيه والمعتقدات. هذا المعطى الثاني. بدي ارجع الملف الثالث، المعطى الثالث اللي هو توقيف شادي المولوي. توقيف شادي المولوي اللي ما له علاقه بالقطري. المعطى الثالث توقيف شادي المولوي هو نتيجه معلومات استخباريه امريكيه اعطيت للامن العام اللبناني وحول شخص أردني دخل إلى الأراضي اللبنانية والأمن العام مسكه هو وطالع، وأثناء التحقيقات هو اعترف عن الموقوف شادي مولوي. لذلك امبارح واجهوهم مع بعضهم بالوقائع وتأجل قرار إخلاء السبيل حتى اليوم. هو اللي سماه. فهذا ما له علاقة بهذا الموضوع ولا له علاقة بالشخص القطري من آل العطية اللي هو كان أحد اللي كان يعني يحمل صندوق التمويل لهذه المجموعات واللي عم يمارس ضغوطات كبيرة على الدولة اللبنانية لإخلاء سبيله. وهلأ أعيد إلى المستشفى ومحاط بالأمن، وأنا بعتقد رح يتهربوا من الموضوع، يعني السلطة رح تتهرب من الموضوع ويمكن تسفروا على قطر لاعتبارات تتعلق بال. طيب بس بملف طرابلس فاليوم ليش ربط الملفات ببعضها؟ يعني توقيف شادي المولوي مش ربط الملفات ببعضها، الواقع هيك. عم نحكي في موضوع متفجر اسمه باب التباني جبل محسن، موضوع تاني جاهز لي او هو يعني حامي متوتر هو موضوع الموقوفين الاسلاميين. اساسا كانوا متظاهرين من قبل توقيف شادي المولوي، كان صار ثلاث اسابيع. في موضوعين حاميين. جيت انت بتوقيف شادي مولوي اعتبروا هني انه خلص وصلت الامور الى حد انه ما عاد ينسكت عنه، ففلت الشارع بهاي اللحظه لانه الارضيه جاهزه. اللي عم بيساعد كمان بتجهيز الارضيه اكثر هو الخطاب الاعلامي والسياسي المذهبي لكثير من القوى السياسيه اللي معتبره انه هودي ممكن استخدامهم، وتحديدا عم بحكي عن تيار المستقبل، انه هو ممكن استخدامهم واستخدام حالتهم الأصولية وسلاحهم في ابتزاز ومواجهة
المقاومة من جهة تانية. بس بمقابل بس هذا الموضوع القصة هناك انقلبت عليهم هلا. في مقابل هذا الموضوع هناك من يرى أن تيار المستقبل كان موقفه كتير متميز بهذه المرحلة هلأ. بعيد عن ليش؟ الإسلاميين هلأ ليه؟ يعني خطاب الأخير لرئيس فؤاد السنيورة بعد اجتماع كتلة المستقبل وحتى ورئيس سعد الحريري. خليني لك، ما هو صار أمام خيارين. الخيار الأول أنه بيمشي معهم وبالتالي بده يخسر كل حلفائه الآخرين من قوى 14 أدار، لأنه هن على أساس متفاهمين هن وياه على عنوان العبور إلى الدولة. كيف بدك تعبر إلى الدولة بحالة ميليشيوية بالمعنى المسلح على الأرض؟ كيف بدك تعبر إلى الدولة بحالة ميليشيوية؟ يناقض هذا المنطق تماما. فكان أمام هذا الخيار، وهذا الخيار يمكن بكسبه على المستوى المذهبي بخسره على المستوى الوطني العام والسياسي. والخيار الثاني الوقوف ضدهم، يعني هو عمل موقف انه انا الدولة والجيش وما بقبل حدا يمسهم. رجع لمنطق الرئيس المرحوم رفيق الحريري بعد اثناء زيارة الرئيس سعد الحريري الى الرئيس الدكتور بشار الاسد بالشام. بالجلسة الصباحية الثانية صار حوار، يعني تسرب هذا الحوار، فكان وقتها بيقول له الرئيس بشار انه شايفك انه يعني ما معنى الكلام، مش عم نحكي انا ما بحب يعني ما بحب انه انا عندي محضر وكذا، هذا ما عندي، يعني بحكي البعض اللي سرب من الوقائع، انه هيئتك ملبك ومش مرتاح نتيجة انه يعني بعد القصة براسه أنه سوريا مسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيره، أنه فيك تطلع وتقول للإعلام هذا الكلام، فيك تعمل حالة مذهبية وهذا موضوع تنقضي أو تنتهي مع خروجك من السلطة، وفيك تعمل حالة وطنية. الرئيس رفيق الحريري كان يشكل حالة وطنية، والرئيس سعد الحريري. بدك تسمح لي، في خبر عاجل بس ورد الآن أنه القاضي صقر صقر رد طلب إخلاء سبيل الموقوف شادي المولوي. معناته في أدلة وفي إثباتات بعملية الاتهام والاعتقال. فأنه أو بتعمل حالة وطنية أو بتعمل زعيم وطني، وبالتالي هذه الأمور تدوم وممكن يعني نتعاون ونحط إيدنا بإيدين بعض. اليوم نفس الوضعية هلأ فيها، يعني هذا الحكي صار وقتها، بس هذا الواقع اللي فيه اليوم الرئيس سعد الحريري وكل تيار المستقبل. أو بتكون حالة وطنية جامعة تقدر. اللي عملوه بموقفهم شو؟ أنا بعتقد اللي عملوه بموقفه منيح، لنكون منصفين وموضوعيين، اللي عملوه بموقفه منيح، بس لازم يستكمل بحراك يرجع يظهر، خلينا نقول المناخ التيار المستقبل الوطني. اللي في شيء من العلمانية خلينا نقول أو المدنية للعبور إلى الدولة. للعبور إلى الدولة هذا ضروري تركيز على تظهيره بالحركة المقبلة، لأنه حتى هذه القوة على الأرض أنا بعتقد صارت متحررة، يعني حست هلأ أنه بيدها سلاح وعم تقدر تطلع بالإعلام، عم تقدر تخاطب الرأي العام، فهي ما عادت محتاجة عمليا تيار المستقبل ولا أساسا على الأرض مش لتيار المستقبل ولا حدا من السياسيين راضيين عنه. أوكي، بس عمليا كان تيار المستقبل هناك عدم رضا من كان تيار المستقبل عم بشكل غطاء بشكل أو بآخر لهذه الحالة. اليوم سحب هذا الغطاء تيار المستقبل عنه. ما عاد في يستمر بهالوقت. بعد الفاصل الإعلاني، ماذا أمام الجيش في الموضوع الأمني؟ الأمن في لبنان حرب متنقلة ما بين طرابلس إلى عين الحلوة بالأمس، وأيضا بموضوع طرابلس كان في إشكال بسيط مع الجيش أمام مستشفى دار الزهراء، بس بعد لهلأ المعلومات لم تتبين ما إذا كان الجيش استطاع القبض على من يريد توقيفه أم أنه تسلح بجرح الجيش السوري الحر في مستشفى دار الزهراء. ليش عنا جيش سوري حر؟ المصابين في دار الزهراء، مش رح نختلف على المصطلحات. أيضا العمل الحكومي والانتخابات، كله بضل ينكر وهن عنا موجودين وقاعدين بالمستشفيات، وقانون الانتخابات اللي بدي افرد له حيز مهم من هذا الحوار في القسم الثاني منه، قانونا وتوقيتا، هل فعلا في انتخابات؟ مشاهدينا فاصل قصير ونعود. ستة إلى عشرة المساء على الجريد.
عودة لكم مشاهدينا ولبرنامج الحدث وضيفي دكتور محمد عبيد. دكتور عبيد، بالموضوع موضوع طرابلس أو بالأحرى الأمن في كل لبنان، الأمن المتنقل ما بين طرابلس وعين الحلوة ثم طرابلس ثم مدخل عين الحلوة بالأمس مع ضبط سيارة فيها كمية من السلاح أو حتى يعني فيها كمية من السلاح كانت معدة لأن تهرب. ماذا أمام الجيش أن يفعل في هذه في هذا الوضع في لبنان؟ أخي، أول شيء الجيش بده يكون في إجماع من السياسيين. اليوم أي الكلام مهم قائد الجيش رح توقف عنده، أنه أنتوا أيها المسؤولون اسحبوا مسلحينكم من الشارع. عمليا ما حدا يقول أنه أنا مبمون وما إلي علاقة. كل القوى الموجودة على الأرض كلها عندها سلاح وعندها ميليشيات وكلها تستعمل هذا السلاح في مكان ما بطريقة أو بأخرى. وآخر شيء منجي منقول ليش الجيش ما تدخل، ليش الجيش عمل. المظلوم الأكبر بكل هذا الموضوع مثلا أنا بقول هني أهل طرابلس، أهل المنطقة، كل المدنيين البريئين اللي ما لهم علاقة بهذا الصراع، مثل أهل كل المناطق اللي دائما بقولوا وين الدولة. الدولة شو هي؟ الدولة يعني هيبة المؤسسات. إذا هيبة المؤسسات السياسية مش موجودة وهيبة المؤسسات العسكرية مهزوزة، طيب شو بده يعمل الجيش؟ انه الجيش هو لحاله ببلد مثل لبنان بتركيبة معقدة ومتشابكة مذهبيا وطائفيا وسياسيا، نجي بنحط الجيش بواجهة الامور او مثل بيقولوا ببوز المدفع ومنقول له روح انت ونحن ما قلنا علاقة. سبق وحذرت منا قيادة الجيش. مجلس الوزراء من يوم بداية الاحداث في سوريا ما اجتمع ليقول، عم يجتمع مجلس الدفاع الأعلى عراسنا وبرئاسة فخامة الرئيس وكذا، بس مجلس الوزراء كحالة سياسية جامعة لكل هالقوى المشتركة بالحكومة ما اجتمع ولا يوم وقال أنه نحن لا غطاء على أي مسلح. الجيش حر وطليق في معالجة كل خلل أمني أينما حصل، ما عطوا غطاء للجيش من الضاحية إلى مطرح ما بدك، عشان ما حدا يقول عم نحكي منطقة ومش منطقة، كل المناطق، لأنه كل المناطق الناس بدها الدولة وبدها الجيش يكون مسؤول عن الأمن وعن الأرض. في خبر عاجل أيضا ورد الآن على قناة الجديد أن قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي عين جلسة ثانية نهار الثلاثاء المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق مع الموقوف شادي المولوي. إذن التحقيقات تأخذ مجراها السريع، المنح القضائي السريع كثير منيح. إذا مدان هالرجل والتحقيقات أثبتت هالموضوع والمواجهات مع اللي سماه هذا الأردن وكانت ثابتة لازم يتحاسب، وإذا مش مدان، إذا ما في شيء كمان ما لازم ينترك، لازم يطلع كمان ما يكون قضية، ما يروح ينضم كمان للمجموعات الأخرى. عم نحكي هذا الحق وهذا القانون وهذا القضاء، هيك لازم يكون. نعم. يقول جنرال أهوجي نعم. في موضوع الحديث عن هيبة المؤسسة العسكرية، إن مست هيبة الجيش فلن يبقى من المؤسسة العسكرية شيء، وبالتالي فإن تقوية المؤسسة العسكرية هي الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه السياسيون، وقوة المؤسسة تعني مزيدا من الاطمئنان لكل المواطنين. كنا عم نحكي عن الهيبة إيه؟ هيبة الدولة اللي هي عبر المؤسسات السياسية المفقودة وعبر المؤسسة العسكرية. بعد المؤسسة العسكرية هي الإطار الوحيد الجامع والحامي لوحدة اللبنانيين. لماذا لم يعطى الجيش غطاء لضرب الأمن بيد من الحديد؟ لأنه ما في توافق سياسي، ما في توافق سياسي. اللبنانيين منقسمين. شو الشغلة المتوترة هلأ نحن بحياتنا أكثر شيء؟ الأزمة السورية. اللبنانيين منقسمين حول الأزمة السورية سياسيا، هذا أمر مفهوم وأنا ما في مشكل فيه، أعرف شو حرية الرأي وكل واحد عنده رأي، إنما هذه ما حدا قرب عليها. أنا مؤيد وصديق وحليف للنظام، أنت مثلا ضد النظام، منعبر عن رأينا السياسي، منتحاور بندوي، منطلع التلفزيون كذا، إنما الخطير هو التورط الميداني. كان يجب أن يعطى الجيش الصلاحية والقرار السياسي بضبط الميدان، بمنع التورط في الداخل. أكثر من هيك في شغلة أنا فتني كنت بدي أحكي فيها، وقلت لك أنت عم تحكي عن البواخر بالتقرير تبع دكتور بشار الجعفري اللي عن موضوع أو الخارجية اللي عن موضوع البواخر اللي إجت عجوني واللي أخيرا انكشفت على طرابلس والمحتويات هذه الكونتينرز كمان. طيب اليونيفيل وينه؟
السؤال هذا اليونيفيل وين؟ الدولة اللبنانية وين؟ وزارة الخارجية وين؟ ما فيها وزارة الخارجية ترفع كتاب إلى مجلس الأمن أن وفقا للقرار 1701 البحر هو مسؤولية قوات اليونيفيل بالتعاون مع البحرية الجيش اللبناني، هن عارفين قدراتها، ما فيها ترفع كتاب إلى مجلس الأمن تطالب في مجلس الأمن بأنه بدكم تضبطوا البحر، بدكم تضبطوا الحدود البحرية. كانت القصة انعملت لأجل المقاومة، ممنوع على المقاومة أن تجيب سلاح بالبحر لقتال إسرائيل، ومسموح أنه تتهرب أسلحة ببواخر على الشواطئ اللبنانية لقتال سوريا. يعني شغلة مفارقة غير طبيعية. طيب وين الدولة بهذا الموضوع؟ وين الحكومة؟ وين السلطة السياسية؟ وين وزارة الخارجية؟ هذا كله على بعضه ماذا عن براكم الأزمات؟ ماذا عن براكم الأزمات اليوم؟ هل فعلا الحكومة في حالة موت سريري كما تصفها قوى المعارضة؟ هن بيوصفوا بعضهم هيك، ليش نحن لا نحكي عنهم؟ ليش في شي جلسة ما بيطلع حدا من الوزراء بينعي الحكومة بأكثر من موضوع؟ كم مرة اختلفوا؟ كم مرة تصادموا؟ كم مرة قديه توقف عمل الحكومة نتيجة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر؟ نائب وليد جملاط كل يوم جوا وبرا، يعني وزراءه، يعني في أمور أنا بعتقد صار لازم يكون في عنا رجال دولي يحددوا مصير هالبلد، مش هن يحددوا، كونهم ممثلين اليوم بشكل أو بآخر من خلال القوى السياسية تبعهم للناس لهالشرائح المجتمع اللبناني، لازم يصير في حوار حقيقي حول عن جد دوره وموقع لبنان. قاعدين عم نتحاور على شغلات أو بدنا نتحاور على شغلات مثل الشغلة المطروحة مبارح بين الرئيس بري والسفير السعودي. بدنا نتحاور حول طرابلس؟ شو بدنا نتحاور حول طرابلس؟ مش نقطة أساس؟ مش من عم يهتز الأمن بالبلد؟ هاي تعالج بإطار عمل المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية. هاي ما بدها حوار سياسي، هاي بدها ضبط، هذه بدها معالجة مباشرة. الحوار الأساسي انه نحن لوين اخذين البلد؟ هيدي القوى السياسية، هاي الشخصيات. طيب هذه القوى لوين السياسية لوين اخذ البلد؟ لوين اخذ البلد؟ بدنا نعرف لوين اليوم. حكومة لا حكومة، معارضة لا معارضة، ما في شيء، يعني ما في شيء تستند عليه لا هون ولا هون، عند اثنين يعني ما حدا احسن من حدا بهذا الاداء. فايدين على انتخابات هلا، بدنا نشوف مين الاقوى. في انتخابات بلبنان مفترض فيه؟ انا بعتقد لحد هلا ما حدا من القوى الداخليه بيهدد بانه ما بنعمل انتخابات شو ما كانت ظروفها. بس فعليا هو القرار بس عمليا داخلي؟ لا عم نقول من القوى الداخليه لحد اليوم. القرار قرار داخلي؟ لا مش قرار داخلي، دائما الانتخابات بلبنان هي هوى اقليمي. من يقرر؟ او هي انعكاس للتوازنات من الاقليميه. من يقرر اليوم اجراء الانتخابات في لبنان؟ بدنا ننتظر لنشوف. انا بعتقد بعد في قلت يعني مفارقات كثيره، بعد في ملفات كثير مطروحه وفي مواعيد كثير مطروحه. حكينا عن الموعد الامريكي الايراني في بغداد، يعني بكره في موعد الانتخابات الامريكيه، في المتغيرات اللي عم بتصير باوروبا، ما كله اللبناني بيربط بحاله فيه. ايه بس عملياً. معروف بس دكتور معروف انه ان كان في اوروبا ام في الولايات المتحده الامريكيه سياسه الامن القومي لا تتغير. بتتغير الاساليب والمقاربات. لا خلينا تتغير الاساليب والمقاربات. خليني اعطيك مثال كتير بسيط وسريع. في ملفات المنطقه ماذا تغير بين بوش واوباما؟ لا عم نحكيك، لا بنعطيك، لا تغير كتير، تغير كتير. انت كنت من سياسه الهجوم الاستباقي او الهجوم الوقائي الى سياسه الانسحاب المباشر من ملفات المنطقه بالمعنى الميداني. وشو اللي صار بليبيا؟ لا ما المشاركة الأمريكية كانت كتير حتى محدودة. لو بالقرار حتى لو بالقرار كانت كتير محدودة. إيه؟ لا في تتغير المقاربات والأساليب. كنا عم نعطي مثال، مثلا هذا مثال واضح، الانسحاب من العراق. أنا بعتقد لو بعد إدارة جورج بوش ما بتنسحب من العراق ميدانيا. يعني لا تتغير الملف. هلا بأفغانستان تتغير المقاربات والأساليب. مثلا آخر أيام جاك شيراك عمل قطيعة فظيعة واتهام مثلا لسوريا وللرئيس بشار. رجع نيكولا ساركوزي فتح وأخذ. إيه بس بالأخير قاد الحملة ضده. ورجع بعدين اختلف معه. ليش عم أقول لك إنه ما هذه السياسات بتتبدل وفق المصالح وفق المتغيرات اللي بتصير على الأرض. نحن ما يعنينا
على خلينا نقول على المستوى اللبناني الداخلي عشان ما نوسع. لا لانه بدي احكي بعد بتفاصيل قانون الانتخاب كيف يمكن ان تكون الدوائر وماذا يمكن ان نطبق القانون. راح نحكي فيها هلا. بس بالعوامل الخارجيه ماذا يؤثر على الداخل اللبناني؟ كل شيء بيأثر. اذا صار في اذا نجح اللقاء الايراني الامريكي سيؤثر، اذا امتدت الازمه السوريه يؤثر، اذا تصاعد او توتر الوضع اكثر فاكثر في الشمال يؤثر، اذا ضل في تهريب اسلحه عبر البحر وتسرب مقاتلين عبر المطار بياثر. كل شيء بياثر على الواقع اللبناني لانه لبنان داخله هش، قابل لانه ينكسر كل لحظه، قابل لانه ينفجر كل لحظه. وعم نشوف امثله، بعدنا عم نحكي كل يوم كل البلد من الصبح متوتره انه مسكوا كذا، هربوا مقاتلين أصوليين أو متطرفين من عين الحلوة، كما شو عربية أو سيارة فيها أسلحة بطرابلس صار كذا. هلأ خبر الاستمرار في توقيف شادي مولوي يمكن يعمل خض على الأرض رد فعل من خصوصي أن هناك دعوة لإقامة صلاة الظهر في ساحة عبد الحميد. كل شيء بأثر داخلي وخارجي، كل شيء بالمنطقة محيطنا بأثر. لذلك عم أقول الانتخابات هي انعكاس للتوازن الإقليمي أكثر مما هي انعكاس لموازين القوى، لأنه انتخابات طائفية ومذهبية وكل طائفة ومذهب له خيوط مربوط هيدا فيها على أساس القانون الستين. إيه؟ قد إيه عندنا فرصة أنه نغير هذا القانون الطائفي والمذهبي؟ إذا غيرناه شو رح نعمل؟ قانون نسبي. لا إذا غيرناه لشو؟ يعني خلينا نعدد وضعية القوى. طيب خلينا نبلش من الرئيس سعد الحريري او تيار المستقبل. تيار المستقبل ما بده يغيره لانه بيعتبر انه هذا الموضوع عم بيجيب له اكثريه بقوه الصوت في بعض المواقع، بقوه الصوت السني في بعض المواقع، وبالتالي عم بيكون له كتله وعم يقدر يجيب معه حلفاء اخرين من طوائف اخرى ليقول انه انا عندي حاله وطنيه. مش هيك؟ مسيحيه 14 اذار محرجين امام لا، والاهم بده السلطه كمان الرئيس سعد الحريري، يعني بده كتله كبيره، بده كتله كبيره. قوى 14 اذار المسيحيه بشكل رئيسي نعم محرجين مسيحيا لانه البطرك ضاغط، غبطه البطريرك ضاغط بانه ما بدنا نرجع لقانون الستين وبدنا نفتح الحياه السياسيه بشكل اوسع وما بدنا هالمحاصره هاي لهالموضوع، وبالتالي انه بدهم يراعوا موقف البطرك بشكل أو بآخر. بس بنفس الوقت هني عم بيشوفوا شو بياخدوا ضمانات من الرئيس سعد الحريري بتعزيز عددهم أو أعدادهم ككتل انتخاب ككتل نيابية. يعني معي 4 بركي بصيروا 7، وإذا معي 7 بركي بصيروا 10. هاي من جهة هاي القوة. إنما كل قوة 14 أذار أيضا لديها مشروع بأن تعيد ربط لبنان بوجهته الإقليمية والدولية بالسعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وبمناخ ما يسمى المجتمع الدولي اللي يعني القريب لهم أو اللي بيتواصلوا معه. الجهة الثانية خلينا نقول الجهة الثانية حزب الله يخوض الانتخابات على أساس أنه أنا عندي الأكثرية الشيعية وعندي المقاومة أو السلاح، وبالتالي أنا ما حدا رح يقرب على لا بنسبي ولا لا بغير نسبية، ما حدا رح يقرب على الحصة الشيعية وما حدا رح يهزني على الأرض. الرئيس بري بيعمل حاله وصلة وصل ما بين كل هيدي ليحافظ على موقعه وعلى الكرسي كرئيس مجلس نواب. العماد ميشيل عون بده يشوف كيف يعزز، او هلا انا بعتقد التعزيز صارت صعبه بهذا المناخ نتيجه تجربه هاي الحكومه، كيف بده يحافظ على نفوذه وعلى حجمه في المناطق المسيحيه الرئيسيه بجبل لبنان، يعني بعبده المتن وكسروان. وبالتالي هيدي انتخابات عمليا اذا خيضت بهذا المناخ طبعا، وهذه القوة كمان بدها تاخذ الدولة على الوجهة، هودي القوة تاخذ الدولة على الوجهة السياسية اللي هي مأمنة فيها، وبالتالي هيدي هلا التفكير بالانتخابات من هاي القوة هو تفكير بأحجام في المناطق والطوائف،
وليس تفكير بمشروع بناء الدولة. وبالتالي النسبية ملغية من أساسها. أي. ما راح تصير. لا ما بعرف إذا ما راح تصير. أنا عم أقول لك إذا ما حدا بده إياها دكتور مثل ما عم تشرح ما حدا بده إياها. أنا برأيي ما سمعنا كلام جدي إنه حدا بده إياها. ليش؟ في ناس متمسكة بقانون الستين وفي ناس رايحة على لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. وبيعرفوا اللي عم يطرحوا هذا الموضوع. نعم. مع احترامي لهم كلهم تحديدا سماحة السيد لأنه حكي آخر مرة عن هذا الموضوع. هذا كلام غير واقعي ولا يؤدي إلى نتيجة لأنه كلنا بنعرف أنه هذا الموضوع ما بصير. ليش كلنا عم نتجاوز شيء أساسي موجود باتفاق الطائف؟ ألا وهو أن الدائرة الانتخابية هي المحافظة بعد إتمام التقسيمات الإدارية الجغرافية. طيب أتمت هذه التقسيمات الإدارية، يعني كنا بخمس محافظات صرنا بتسعة هلأ يمكن شايك، فعمليا أقرت هذه التقسيمات الإدارية الجغرافية. ليش ما بنرجع للمحافظة هي الدائرة الانتخابية ونسبية في المحافظة؟ لأنه قانون الاتفاق الطائف ما تحدث عن أنه في نسبية أو غير نسبية، بس قال إنه الدائرة الانتخابية دائرة هي المحافظة. نعم. عشان توسع الإطار وتطلع من هالحالة أو هالشرنقة المذهبية اللي دخلنا فيها. نعم. النائب وليد جنبلاط بيشوف كيف بده يوزع حاله بحيث إنه لا يصطدم مع حزب الله، وبنفس الوقت عم يرجع يمد خيوط وعم يعمل رسائل للسعودية وآخر هديك اليوم هالرسائل بموضوع أبو عدس وإيران وغيرها. اليوم أنا بعتقد الكل طالع من اتفاق الطائف، اللي بده قانون الستين هو عم بعيدنا إلى نظام ما قبل الطائف. طيب خلينا نرجع بكل شيء لكن ليش بس بدنا نرجع بقانون الانتخاب للستين الانتخاب. واللي عم يطرح الدائرة لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس أو حتى النسبة دائرة صغرى كمان عم بحطنا أمام وهم غير قابل للتحقيق. يعني عم تقلي شغلي ما رح تصير، فينا نروح على المحافظة كتطبيق لاتفاق الطائف بس بتناسبهم المحافظة بيقبلوا فيها. ما إذا مثل ما عم تشرح حضرتك دكتور ما حدا بده لا محافظة ولا أنا نسبية. أنا لحد هلا رأيي أنه ما حدا بده بالواقع لأنه اللي بده بيطرح رؤية واضحة، بس الكل منتظر. يعني الكل عم بقول ومن هون عم تطرح علامات الاستفهام حول إمكانية إجراء الانتخابات أم لا. هذا السكوت عم بيثير كثير سؤال مشروع في ظل هذا المناخ الإقليمي المتوتر، عدم التوافق العربي أو الصدام العربي القائم بين سوريا من جهة وبعض دول الخليج من جهة على رأس السعودية وقطر، الصدامات الداخلية اللبنانية، انقطاع الحوار بين الأطراف كلها يتعاون من مؤثرة. ما حدا عم يطرح، يعني عم نحكي ما في رجل دولي اليوم يجي يطرح يا عمي نحن بدنا نلم البلد تعالوا نقعد نحكي، بس يكون حامل مشروع حقيقي مش مشروع. ما حدا عنده مشروع اليوم. أنا برأيي ما حدا عنده مشروع. دكتور عبيد بدي أختم الحلقة من طرابلس مجددا. زميلتي رشال كرم أصبحت الآن عند ساحة عبد الحميد كرامة حيث ستطلعنا على أجواء الوضع أكان الميداني في طرابلس في ظل الهدوء اللي ساد ليلة الأمس، وأيضا التحضيرات اليوم واقع قراءة في هذه الساحة بعيد صدور قرار القاضي صقر صقر برد طلب تخلية شادي المولوي. رشال صباح الخير. رشال صباح الخير ملك. هل كان تضعين ملك كما سبق وذكرت؟ نعم ملك تفضل. كما سبق وذكرت إخلاء السبيل الذي رفض إخلاء السبيل الذي قام بها القاضي صقر صقر تحول منذ قليل إلى هنا في ساحة النور إلى محاولة تسكير طرقات من خلال الدواليب الموجودة حاليا، ولكن المعتصمون يقولون أنه تسكير فقط للصلاة وأنه أول الغيث بانتظار ماذا سيقول المشايخ خلال عزة الجمعة خطبة الجمعة، سيقولون ماذا ستحدد على أثره الأرضية. بطبيعة الحال الأمور حتى الساعة هي هادئة. ولكن مالك أمس تم هناك إشكال أمام مستشفى الزهراء في طرابلس بين الجيش وأحد الجرحى من الجيش السوري الحر الذي كان قد أتى إلى لبنان لمعالجة جرحه، ولكن تم هناك بعض الإشكال بين الجيش والجيش الحر وبعض الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع وتضامنوا مع الجيش الحر. بطبيعة الحال هناك مؤتمر صحفي لرئيس المستشفى نصر معماري عند الساعة 1:30 بعيدة صلاة الجمعة
على أثره سوف يشرح ملابسات ما جرى. ولكن أعود وأذكر في الوقت الحالي هي الأمور هادئة هادئة، ولكن الترقب إلى ما ستقول إليه الخطب وتسكير الطرقات بدأ يحوط يزنر ساحة النور. نعم. إذن راشيل كرم مباشرة من طرابلس، سنبقى على تواصل مباشر معك في حال ورود أي جديد حول خطبة الجمعة التي ستقام في ساحة عبد الحميد كرامة، أم الإطار الميداني فيما بعد هذه الخطبة، وأيضا في حال ورود أي جديد حول الواقع على الأرض في مدينة طرابلس حتى ساعة. شكرا جزيلا لك راشيل كرم. دكتور عباد، نحن لهون بانتهاء وقت حلقتنا، انا بدي اتشكر حضورك معنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطه، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبله لمزيد من البحث في ملفات قد تغرق الساحه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمه بيروت. حتى ذلك الحين الى اللقاء.